مجرد قراءة للأرقام المتعلقة بقطاع التعليم في سوريا يتبين حجم الكارثة الحقيقي للآثار التي خلفتها الحرب على هذا القطاع. Unfortunately, today we have 1/3 of the schools that we cannot use any longer as a result of the conflict. To be able to do is look directly in the eyes of the children of Syria and explain ourselves. الكثير من الأهالي توقفوا عن إرسال أبنائهم إلى المدارس وخاصة الفتيات بسبب انعدام الأمن. ووثقت تقارير غير حكومية إلى الفصل بين التلاميذ الذكور والإناث وحظر الموسيقى في المدارس وتعليم الأطفال مناهج ذات طبيعة دينية، لا سيما في مناطق سيطرة الجماعات الدينية المتطرفة. رقم 4 يتم طرح الزناد